من افضل الوصفات على الاطلاق، منع تساقط الشعر، محاربه الصراع، كتملا الفراغات كنحتاجوا فيها بصله حمراء. مكون ثاني الزعتر. من اهم فوائد البصل للشعر، اولا مد الشعر بالمغذيات اللي كيحتاجها، بصله معروفه بالخصائص ديالها المضاده للفطريات والبكتيريا اللي كتكون في القشره ديال الراس، كما هو معروف غني بالفيتامين اللي كيحميو الشعر من التقصف، وفي نفس الوقت كيمنعوا كيقللوا من التساقط. واحد المعلومه مهمه انه كيعطي واحد اللمعه للشعر، وفي نفس الوقت كيحمي من الاصابه او تنقل من عدوى القمل. ندوزو للمكون الثاني اللي هو الزعتر، ونعطيو اهم فوائد ديالو للشعر. كيحتوي الزعتر على عده خصائص اللي كتجعلو مطهر الجلد ديال الراس، وفي نفس الوقت يعني شي حاجه اللي كتمنع تساقط الشعر. كيقوي الشعر الضعيف والباهت والهش، في نفس الوقت كيحارب القشره بواحد الطريقه رائعه. الناس اللي مشربينه على شكل منقوع او بخاخ راه يبانو في الكومونتير. ندوزو طريقه الاستعمال، ما تنساوش كلشي بارطاجي. اول خطوه غنديرو ناخذ بصله من حجم متوسط، بصله حمراء، نقشرو نحيدو القشره الفوقانيه ونحكوها، وناخذ الماء ديالها. ناخذ العصير ديال البصله بعد ما حكيناها. من بعد ما خدينا عصير ديال البصله، غناخذوا ملعقه ديال الزعتر. اخو عليه مسخوت، استناو المده ديال 5 دقائق حتى يطلق لينا داك الزعتر. غادي نصفيو الماء ديالنا ديال الزعتر كاس. نديرو في بخاخ على هذا الشكل. البخاخ ديالنا نديروه مره في 24 ساعه، كيعطي نتيجه واعره. استعمال في الاسبوع الاول كيبان التغيير، كيمنع تساقط الشعر. وصفه ديجا مجربه، كلشي دير اكسبلور. ما تنساوش تدخلوا عندنا الانستغرام يوسف الحمداوي. احبكم.